الحديث الذي بين يدي أستشير إخواني في هذه الفتوى قبل تصديرها. كنا أمس عرضا نقرأ في مسألة في قصة أيوب عليه السلام، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، إذ خر عليه جراد من ذهب، الحديث صحيح، فطفق يجمع حتى في ثوبه ويحثي في ثوبه، فقال الله له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. الاستنباط الذي من الله به وأريد أستشير إخواني فيه أن هذا كان جرادا من ذهب، والجراد من ذوات الأرواح، الجراد من ذوات الأرواح. ووصفه أيوب عليه السلام بأنه بركة، ولو كان حراما كمجسم نزل، جراد نزل، ما أنزله الله كرزق حلال لأيوب عليه السلام. فالشاهد من هذا الكلام الحلي الذي يوجد على هيئة جرادة مثلا من ذهب، هل يؤمر الشخص بطمسه وإعدامه وإعادة تشكيله، أو يمكن أن ينتفع به على هذه الحال؟ والكنوز التي تستخرج من تحت الأرض وفيها بعض الصور التي ليست بمعبودة، التي لا تعبد من دون الله لكن قد تكون ذوات أرواح، هل يجوز بيعها أم لا؟ لأن أيوب قد يبيع الجراد الذي نزل من السماء، قد يبيع أيوب الجراد الذي نزل من السماء على اعتبار أنه يبيع ذهب. فهذه الجزئية أحب أن أخذ رأي إخواني فيها قبل تصدير الفتوى في الجواز من عدمه في هذا الصدد. وإذا أضفنا إليها قصة رأس البقرة من ذهب، أفيكم الغلول؟ فقال: يبيعني من كل قبيلة رجل، فلصقت يده بيد رجل، فأتى قال: عندك الغلول؟ قال: فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها، فنزلت النار من السماء كلتها، كدليل على أن الله تقبلها. الذين قالوا أن الله عاد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فقربها مع لكن تقبلت. فهل إذا أنت يا شيخ مصطفى جوهري، الله يمن عليك بالرزق الحلال الطيب وعلينا وعلى السامعين، وجدت كنزا وأنت تحفر بيتك فوجدت فيه شيئا من ذهب على هيئة ذوات الأرواح، يجوز تبيع بغض النظر عن قوانين الحكومة؟ أنا لا أعرف قوانين الحكومة، يا حكومة يا قوانينكم لا أعرفها والله، بس أعرف الشرع في الركاز الخمس، خمسة زكاة، تأخذ هذا الشيء الذهبي ولا تتركه تورعا، ولا تقول وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالذي نزل من السماء كالذي صعد من الأرض في فارق. خلاص خلاص، أمسك الشيخ مصطفى. أنا أتكلم، هل يسوغ في هذا المقام أننا نقول إن الأصل عندنا، إن الأصل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإذا نزل عليك جراد من السماء الآن أنت كده بمرض الله تأخذه ولا تسيبه أو تتركه؟ أشوف شرف ولا تشوف ولا تسألنا ولا تعرفنا بعد. لا هو مثلا ممكن يقول لك ذوات الأرواح. نعم يا شيخ فارس. قول لبعض الفقهاء أن من إذا لم يكن معبودا، إذا لم يكن معبودا، مثلا في مثلا أحيانا امرأة تشتري سويرة على هيئة فيها، ليس يعني بالتفصيل الكامل، بس رأس ثعبان،
رأس الثعبان، هل يجوز أن تبيعها أو تكسر الرأس أولا؟ يجوز تبيعها الآن. الناس قلنا المعبود منتهي منها، إذا كان يعبد من دون الله لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الأصنام أبدا، أي معبود. لكن الجراد لم يكن معبودا، لا يعني الذي نزل على من السماء على أيوب رجل جراد من ذهب، كمية جراد من، هل كانت معبودة؟ ليست معبودة، ولا أحد يعبد الجراد. المهم يعني أنا طرحت المسألة، فالذي عنده يعني اللي يجد كنز كده ينبي إخوانه، الشيخ حسن هو يتصرف له فيها. مش حسن محمد، حسن ابن عبد الرحيم. طيب إنما يلبسها من لا خلاق له، في الملابس تختلف شوية عن أصل عن يبيع الغير يعني. أنا أبي هريرة